الله وبركاته. تعال نشوف تطبيق كويس جدا اسمه AR لوبا. تمام. طيب البرنامج ده هيفيد لو انت عايز تشرح اي حاجة، يعني لو في حاجات خاصة بالانيمال، حاجات خاصة بارت، طبعا ديناصورات في، بس اللي عجبني جدا فكرة الادوكيشن. طيب عايزين مثلا نشرح حاجة في الاناتومي، وليكن مثلا الاجزاء مثلا بتاعت الاي، بيقول لي حدد المكان، وليكن مثلا الجزء ده. اول ما تظهر النقط ديت اهي، بروح دايس عليها، هو يبدأ ان هو ينزل الشغل ده. طيب الكور نزلت بس كبيرة، فتقدر ان انت بسبعين تقربهم من بعض كده، وتبدأ بقى تشرح للطلبة اهو. وممكن تصور، يعني تخلي احد الطلبة يقف جنب مثلا اي حاجة في جسم الانسان وتصورها، وممكن تقول له انا عايز مثلا اقفل الشكل يفضل في مكانه، اعمل له بن. تمام. طيب تعالى بقى نقرب كده، ده بدأ يدخل في الاجزاء. طيب رقم واحد، نبدأ نشوف كل جزء بيدينا بقى معلومات عنه. وتقدر تشوفها من اكتر من اتجاه زي ما انت عايز. طيب تعال نشوف حاجة تانية. اهو تقدر تشوف بقى ايه مثلا عايزين كل جزء فيهم اسمه ايه. ففي كتير جدا في الشروح التعليمية. بالشكل دوت، وتقدر تعرف بقى كل حاجة فيهم، يجيب لك المعلومات.